السابعة بتوقيت القدس الشريف نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين بعد تلويح الرئيس التونسي بحل البرلمان إن لم يوافق النواب على حكومة الفخفاخ الطبوبي يقول أن الساعات المقبلة ستشهد انفراجا وفي العراق ترقب بعد اكتمال التشكيله الحكوميه من المستقلين ومؤشرات الموافقه عليها في البرلمان تتزايد وسائل اعلام عبريه تتحدث مجددا عن قدرات حزب الله الصاروخيه وتحذر الاسرائيليين مما ينتظرهم في المواجهه المقبله الجيش السوري يصد هجوما للمسلحين علي محور قبطان الجبل في ريف حلب ويتقدم باتجاه الفوج 111 وبلدة الأتارب بريف إدلب مرحبا بكم. ساعات سياسية حاسمة تعيشها تونس على وقع المباحثات والوساطات النشطة لتمرير حكومة الياس الفخفاخ في مجلس نواب الشعب. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى التفاؤل بقرب الاتفاق على تأليف الحكومة. فبالرغم من أن مختلف الأطراف من الرئاسة وحركة النهضة وغيرهما قد صعدت من حدة تصريحاتها في الأيام الأخيرة. يبدو تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن حاجة ملحة للجميع. فلا الرئاسة تفضل أن تتعثر أول حكومة في عهد قيس سعيد بهذا الشكل، والحركة النهضة تفضل العودة إلى قرار دستوري لوحت به الرئاسة بالعودة إلى الشعب وإجراء انتخابات جديدة. ولعل الاتحاد العام التونسي للشغل يضرب على وتر حاجة الجميع للحكومة فيمضي في وساطته لتأمين توليفة حكومية يرضى الجميع بتوازناتها، وإلا فإن عدم الاتفاق سيأخذ البلاد إلى أزمة سياسية جديدة على وقع أزمة معيشية حادة تجلت اليوم في تهديد شباب عاطلين من العمل بالانتحار اعتراضا على سوء اوضاعهم وهم بلا شك يمثلون فئه من الشباب التونسي اذا تتواصل في تونس مشاورات اللحظات الاخيره للاتفاق بشان شكل الحكومه المرتقبه بين الاحزاب المعنيه بوساطه من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اكد قرب التوصل الى اتفاق تابع التفاصيل في تقرير زميل مراد الدلنسي بعد حسم الرئيس قيس سعيد الجدل بخصوص المآلات الدستوريه ومصير البرلمان، وتأكيد إجراء انتخابات مبكره إذا أسقطت الحكومه، في حال رفض منح الثقه لحكومه الياس الفخفاخ، كان الأفرقاء السياسيون أمام مرحله جديده من مفاوضات اللحظات الأخيره، مفاوضات دخلها اتحاد الشغل بقوه لتقريب وجهات النظر بشان الإعلان عن الحكومه. اليوم أعتقد أن هذه المنظمات قادرة أن تجد الحل شريطة أن حركة النهضة تخرج عن تعنتها وتستجيب لتطلعات الشعب لم يعد الأمر يحتمل حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة إذا كان هذا الحل فهو شر لابد منه ونحن مستعدون تؤكد التسريبات ان توافقات الامطار الاخيره قضت باجراء تعديل على التركيبه الحكوميه استجابه لشروط حركه النهضه مقابل ايجاد تفاهمات مع حزب قلب تونس من اجل التصويت لحكومه الفخفاخ والانضمام الى الحزام السياسي الداعم لها وذلك في انتظار القرار النهائي لمجلس شورى النهضه. نحن دعونا الى حكومه وحده وطنيه وهذا موقف صحيح ومبدئي للنهضة ونعتقد أن هنالك تفاعل إيجابي من أتوقع تفاعل الإيجابي من بقية الأطراف وسنصل إن شاء الله ساعات قليلة تفصل الياس الفخفاخ عن انتهاء مهلة الشهر التي حددها الدستور لتقديم الحكومة لرئيس الدولة ساعات تتطلب تنازلات من الأفرقاء السياسيين لتشكيل حكومة طال انتظارها داخل قاعات مجلس نواب الشعب وفي قصر الضيافة بقرطاج وفي كل مكان تدور لقاءات سرية وعلنية من أجل حل حالة الأزمة الحكومية حيث تشير آخر المعطيات إلى نجاح الفرقاء السياسيين في الاتفاق على شكل جديد للحكومة المرتقبة مراد الدلنسي تونس الميادين وفي ولايه القصرين لوح عدد من الشباب العاطلين من العمل بالانتحار الجماعي شنقا امام مقر مجلس نواب الشعب. المحتجون دانوا مماطله السلطات بتلبيه مطالبهم وانتشار المحسوبيه وفق ما قالوا واكدوا مواصله التصعيد في تحركاتهم الاحتجاجيه حتى نيل مطالبهم. طالبين حقنا في العمل ما ميتو يلعبوا على الفصل 89 و100 و 200. نحن طبقنا الفصل بتاع التشغيل الحق في التشغيل ويرحم والديك ناس جد طالبه التشغيل حالات اجتماعيه ناس معاقين ناس يعلم بها ربي حالات اجتماعية جانا من عمق الارياف ما عندناش ابار الخدمه لا مال لا صالح الشراب لا حمايه مدنيه لا امن يحمينا فاتنا كل شيء في تونس ما عادش تنجم حتى حقك ما تنجمش تطالب به بجاه ربي اعطونا حقوقنا رانا توانسه التشغيل راهو حق مو مزي بجاه ربي أعطونا حقوقنا حاجه اخرى راني يروح نخدم يروح ميت معنا من تونس الكاتب الصحفي والباحث في ايضا الشان السياسي سيد كمال بن يونس، مرحبا بكم سيد بن يونس، يفترض ان يكون ما استمعنا اليه من شكاوى ومطالبات هواجس وتحديات اقتصاديه واجتماعيه تبرز بهذا المشهد في القصرين هي المحرك الاساسي لتسريع عجله العمل للقوى السياسيه لتاليف حكومه تطلع بهذه التحديات، لكن لا يبدو الامر بهذا الشكل. برايك الان هل نحن امام فعلا حلحله باتجاه يعني الانفراج لإعلان التشكيلة الحكومية للياس الفخفاخ انطلاقا من تلويح رئيس الجمهورية بالذهاب لانتخابات مبكرة هذا شكل عاملا ضاغطا سيؤدي للإفراج عن هذه الحكومة أولا المطالب الاجتماعية كانت هي السبب المباشر للانتفاضات الاجتماعية التي وقعت في السنوات الاخيره من عهد حكم الرئيس السابق زين العبد بن علي ولما سمي لاحقا بالثوره وهذه الانتفاضات وهذه التحركات والاحتجاجات كانت لديها مطالب كثيره على راسها الشغل استحقاق يا عصابه السراق ونريد الشغل والحريه والكرامه الوطنيه فالمطالب الاجتماعيه لا تزال ملحه بل صحيح. ان الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه تدهورت كثيرا خلال الاعوام الماضيه وهناك ضغط الحكومه والان هناك تهكم على السياسيين وهناك وصف للحكومه التي لم تتشكل بعد اربع اشهر من المفاوضات بانها كانها حكومه القرن التي ستتشكل على غرار صفقه القرن، لكن يبدو انه في الساعات الماضيه وحسب المعلومات المتوفره هناك توافق من جديد والان مجلس الشورى لحركه النهضه المجتمع وكل الاطراف تسير في اتجاه انه في الساعات القادمه خلال ال 24 ساعه القادمه الياس فخفاخ سيعرض التشكيله النهائيه على رئيس الجمهوريه قيس سعيد وقد تنظم بعد غد جلسه عامه في البرلمان وستحصل الحكومه على تزكيه خاصه ان رئيس الجمهوريه لوح البارحه وهو خيار يدعمه اغلب الخبراء القانونيين والدستوريين بالمرور الى حل البرلمان، وحل البرلمان يعني تفويض كل صلاحيات لكن البرلمان السلطات التشريعيه يفترض ان ذلك رئيس الجمهوريه عبر نعم. المراسيم يفترض ان هذه الخطوه يفترض ان تكون موضوعه نعم. في بال القوى السياسيه، انت اشرت لموضوع الحسابات لذلك لا يبدو هناك تناغما او اطلاعا بالمسؤوليه من بعض القوى السياسيه للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي اشرت بانه خلق ثورات، الان نتحدث عن حسابات سياسيه خطوة التلويح او الذهاب بالمآلات الدستورية لحل البرلمان وانتخابات برلمانية جديدة اذا لم تحصل حكومة الفخفاخ على الثقة والتمرير هي موجودة في اساسا السياقات الدستورية. هل كان ذلك غير يعني ماخوذ على محمل الجد في مناورات او هامش مناورة قطعها الرئيس بجديته بلغته الحاسمة تحديدا عندما نتحدث عن حركة النهضة والتي حُملت تبعات موقفها بالخروج من الحكومة وبالتالي المأزق التي... وصلت اليه حكومه الفخفاخ لاعلانها او تشكيلتها يعني. بالفعل بالفعل يعني بالفعل يبدو ان قيس سعيد كان وراء الطلب الذي قدم الى الياس فخفاخ من طرف عديد من اصدقائه بعدم تشريك نبيل القروي منافس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسيه الماضيه وحزبه أو الشخصيات المتهمة بالفساد في ذلك الحزب في عدم تشريكهم في الحكومة بالأمس تصريحات قيس عيد كانت ضغط على حزب قلب تونس وعلى حزب النهضة واليوم سمعنا قياديين في النهضة وفي قلب تونس يقبلون المشاركة في الحكم ويتنازلون عن شروطهم القديمة ويقولون أن الأولوية بغي أن تعطى للمصلحة الوطنية لأن بكل بساطة حل البرلمان سيعطي رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع وسوف يمكن من أن يشرف أو أن يعوض البرلمان وأن يسير البلاد عبر مراسيم لا تحتاج الى مرور الى البرلمان ولن تكون هناك سلطه تشريعيه وهذه المراسيم او الاوامر الرئاسيه يمكن ان تؤدي كذلك الى تغيير النظام السياسي وجوانب كثيره والقانون الانتخابي كذلك الدستور يمنحه في هذه المرحله في صوره حل البرلمان والدعوه الى انتخابات سابقه لاوانها الى تحديد تاريخ الانتخابات كما يراه هو بعد 45 يوما او 90 يوما وفي التاريخ الذي لا يريده ولا يمكن للهيئات المستقله ان تعترض ف يبدو أن كل الأطراف لا تريد أن تقطع شعرة معاوية وخاصة أنها فوتت على أنفسها فرصة التعامل مع حكومة تحبيب الجملي فلم تبقى لديها أوراق كثيرة تلعبها رفعت سقف مطالبها لتحسين مواقعها في الحكومة الجديدة ثم لا ننسى أن إلياس فخفاخ كان وزيرا للمالية والسياحة في صح. حكومة النهضة في حكومة الترويكا عامي 2012 و13 وهو من اليسار الديمقراطي القريب من النهضة وليس من اليسار الراديكالي مثل الجبهة الشعبية هو قريب منها وكذلك القوميين حزب الشعب هم من القوميين المعتدلين القريبين من حركة النهضة وبالتالي فإن التصعيد اليوم سمعنا محمد عبو زعيم التيار وقياديين في حركة الشعب مثل خالد كريشي وآخرين يتقربون مع النهضة ومع إلياس فخفاخ لكن هذا لا ينفي أن الأزمة قد تندلع مجدداً بعد تمريرها وبعد المصادقة على الحكومة ولو بعد بضعة أشهر عبر لائحة لوم قد توجه الى هذه الحكومه في صوره وصول البلاد الى ازمه سياسيه جديده. تحميل المسؤوليات لكنك اشرت لنقطه مهمه يعني محاوله الاستداره على اي سيناريو قد يغير المسار الان بان تجير الصلاحيات بناء على اذا ما وصلت الامور الى عدم منح ثقه لهذه الحكومه وايفاء الاجال الدستوريه وبالتالي كل الصلاحيات تعود لرئيس الجمهوريه هذا سيناريو يعني الوقوف عنده مهم جيد انك اشرت لكل هذه النقاط وبالتالي عوده الى الحسابات السياسيه لكل هو محاولة ربما يعني إلقاء اللوم على الحكومة ما بعد تأليفها ومنح الثقة على أنها تحمل مسؤولية الأخطاء هذا سنناقشه لكن قبل ذلك طالما تحدث عن الحسابات والمناورات على ما يبدو سيتم إعلان هذه الحكومة والموافقة عليها وفق المعطيات حتى الآن ما الذي قدم؟ في أي شكل كان التنازل؟ يحكى عن تنازل بالنسبة لحركة النهضة كانت تضع وزارة الداخلية العدل وتكنولوجيا الاتصالات إما أن يكون من حركة النهضة أو توافق على من يوزر ما الذي يقدم لحركة النهضة بالمقابل إذا كان هذا السيناريو يعني هي حركة النهضة والأطراف الرئيسية المشكلة الحكومة حصلت حقيقة على ترضيات كثيرة ويبدو أنه وقع تعديل جزئي في تركيبه الحكومه وتغيير بعض الاسماء التي تحفظت عليها عده احزاب من بين حركه النهضه وحزب التيار الديمقراطي وحزب الشعب وبقيه المكونات من باب انها مشتبه فيها او لديها تحفظات او تضارب صلاحيات، يعني تغييرات جزئيه وتغييرات جزئيه في بعض الاسماء واحتمال اقحام شخصيات قريبه من المنظومه القديمه القريبه من حزب قلب تونس. ومن حزب نداء تونس حزب باجي قايد السبسي لكن لا ننسى أن من يسمون بالمستقلين في هذه الحكومة هم قريبين إما من حركة النهضة أو من أحزاب يسارية كانت تنتمي إلى جبهة 18 أكتوبر التي تشكلت في 2005 للمطالبة بالحريات والعفو التشريع العام وكانت قريبة من حركة النهضة ومن اليسار الديمقراطي ومن الأوساط الحقوقية وهي قريبة من إلياس فخفاخ ومن حزب التكتل الذي ينتمي إليه ومن حزب أحمد المستيري وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وأحمد نجيب الشابي أي المعارضة اليسارية المعتدلة. أعتقد أنه بعد هذه التنازلات الأطراف جميعا ستميل إلى إعادة الاعتبار للحكومة والبرلمان خوفا من أن يصبح قصر قرطاج من جديد يحتكر كل السلطات خاصة أن قيس عيد في خلال من خلال الخطاب الذي توجه به أمس إلى الشعب بحضور رئيس البرلمان راشد غنوشي ورئيس الحكومة المؤقتة وحكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد أثبت أنه وديع وطيب ولا يريد أن يبرز لكنه حازم وسيطبق الدستور بكل حزم بما في ذلك حل البرلمان وتغيير ما يجب تغييره وهم لا يريدون ان يقع هذا الخلل كما لا يريدون ان يخسروا مواقعهم لان اعاده الانتخابات ستعني ان اغلب النواب الحاليين في البرلمان سيخسرون مواقعهم وكذلك قد يخسرون تاثيرهم في الحياه السياسيه والاعلاميه وهذا أيضاً لافت بالنظر إلى أنه يعني أشرت اللغة الحاسمة وهذا كان بارزاً فعلًا في مقاله الرئيس قيس سعيد لكن أيضاً حسابات أي انتخابات جديدة على البلاد في أوضاعها في المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى في الخارطة السياسية التي يمكن أن نراها بنظر لما يعني شهدناه فيما قبل انتخابات انتخابات وما بعدها للقوى السياسية كيف طرحت نفسها أين تتحالف مع من تتحالف ولا تتحالف أيضاً هذا يجعل ربما تغيير في الخارطة السياسية إن كان هناك انتخابات مقبلة لكن الآن. عندما نتحدث عن ما يقدم في المقابل كانه الصيغه ايضا بانه تعطي الثقه يعطي ثقة قلب تونس ولكن دون ان يشارك في الحكومه هذه ايضا واحده من النقاط اليس كذلك؟ والنقطه الاخرى ما دور الطبوبه هنا؟ التقى اول امس رئيس الجمهوريه وامس رئيس حركه النهضه وهو الذي بشر بانه نحن امام ساعات وتكون هناك حكومه جديده. الحقيقة من بين المبادرات السياسية التي ضغط بها قيس سعيد أنه طوال الأيام الماضية وخاصة بعد أن وصلت مفاوضات حركة النهضة ولياس الفخفاخ وقلب تونس إلى أزمة ضغط بورقة المنظمات الاجتماعية أي نقابات رجال الأعمال ونقابات العمال ولوح بما بطريقة غير مباشرة بإعادة سيناريو 2013-2014 لما اضطرت حركة النهضة والترويكا والأحزاب التي تحكم وقتها إلى مغادرة السلطة وتكليف هيئة حكماء برئاسة الأمين العام لاتحاد نقابات العمال واتحاد نقابات رجال الأعمال واتحاد المحامين ومنظمة حقوق الانسان، ما سمي بالرباع الراعي للمفاوضات وللحوار، وهو ما افقد السياسيين التحكم في قانون اللعبه، يبدو ان الاحزاب السياسيه التي تقف مع قيس عيد ومع الياس فخفاخ او ضدهما ارادت ان تتجنب هذه هذا السيناريو وان تترك الخلاف والتحكم في اوراق اللعبه بيد البرلمان الذي يعطيه الدستور مم. تقريبا 80% من الصلاحيات ومن بيد الاحزاب وليس بيد النقابات والمجتمع المدني واخراج اللعبه من المؤسسات المنتخبه الى ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني وما يسميه اخرون بالانقلاب ابيض جديد وبالتالي نحن نتحدث الآن عن إمكانية فعلا للتأثير بهذا الشكل الذي تفضل فيه سيد بن يونس على تحديد أيضا بعض القوى السياسية أن لا تكون مشاركة بالحكومة لكن هناك تحديات كبيرة أمام هذه الحكومة أنا نتحدث عن حكومة مستقلين وبالتالي إمكانية ما أشرت إليه إلباسها تحميلها مسؤوليات فشل وما إلى آآ آآ ذلك بأي إطار يمكن درسه انطلاقا من أن هناك من سيذهب كارها بين قوسين إلى منح الثقة من قوى وأحزاب سياسية غير راضية وعلى رأسها حركة النهضة طبعا السياسة هي فن الممكن مع الملاحظة أن أغلب المستقلين الموجودين في الحكومة هم قريبون من حزب السيد إلياس فخفاخ حزب التكتل والتيار الديمقراطي الاشتراكي ونائبة رئيس الحزب هي نائبة المنظمة العالمية للأحزاب الاشتراكية الدولية السوشيال ديموكراسي ومن أوساط حقوقية وكذلك من أطراف ديمقراطية إقليمية وقومية عربية ولا ننسى أن من بين المعطيات والأوراق التي ضغطت على الجميع في تونس الآن الوضع الاقتصادي والأمني الخطير ثم التوتر الكبير على الحدود مع ليبيا وزحف قوات الماريشال أو الجنرال خليفة حفتر في اتجاه الحدود التونسية وكذلك بروز قياده جديده في الجزائر هي غير قياده بوتفليقه في موقفها من الأطراف الليبية تحاول أن تربط علاقات في نفس الوقت مع القوى الموجودة في طرابلس بقيادة حكومة السراج والأطراف الموجودة في الشرق وقد رأينا وزير خارجية الجزائر يتحرك شرقا وغربا وهو تطور مهم وهناك خشية من أن تفلت الأمور في ليبيا وأن تتطور ضغوطات فرنسا على الجزائر وعلى دول إقليمية لتغيير الموقف في ليبيا باتجاه لا يرضي حركة النهضة وحلفائها في تونس لذلك فهو هناك حرص على أن تقع تنقية المناخ الداخلي وعلى طبعا التفاف إلى المشاكل الاقتصادية لأن الحكومة مطالبة بتقدم فورا بمطالب قروض بما قيمته 3 مليار يورو لتغطية نفقات عاجلة وبمليارات أخرى للحصول على قروض من اجل التنميه والاستثمار تعهد بها الياس فخفاخ وتعهد بتوفيرها هذا لكن وزير حتى هذه النقطه سيد بن يونس ولديه شبكة من هي نقطه يفترض ان يعني تكون نقطه نقاش اساسيه اذا كانت هذه الحكومه ستنتهج نهج الحكومات السابقه على مبدا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاستدانه والدخول ايضا في شراكه تجاريه مع جهه بعينها اي الدول الاوروبيه دون توزيع دائره هذه الشراكات حتى يتحرر الاقتصاد او يفتح مجال اكثر هل سيكون الاعتماد على خصخصة. سيكون هناك يعني بيع لبعض المؤسسات العامة التي يفترض أن تكون ناجحة هذا كلها تحديات لهوية العمل بالنسبة لهذه الحكومة أن كانت مستقلة وبالتالي لديها نهج مختلف أم أننا سنقع في ديمومة رؤية القوى السياسية والتي بعضها أيضا يتبع لأجندات خارجية وفق ما يقدم من اتهام بشكل سريع لطفان هو اولا اريد ان اقول ان صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدوليه والاطراف الاوروبيه عطلت اسناد القروض المتفق عليها سابقا حتى تشكيل الحكومه وقالت لا يمكن ان نقدم اموالا لبلد ليس فيه حكومه منذ عشر ونصف وهذا ضغط على الجميع. نقطه اخرى الياس الفخفاخ يقول أنه ردا على هذا السؤال الذي ألقيناه عليه أن المشكل ليس في الحصول على قروض لكن ينبغي أن تكون قروض للإنتاج وللتنمية وليس قروض للاستهلاك وللزيادة في الرواتب فاستشهد بأن بعض الدول الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتداين للإنتاج لكن من مشاكل تونس طوال الأعوام التسعة الماضية أنها تتداين للاستهلاك ولدفع مزيد من الرواتب فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية تونس حاجياتها صغيرة ويمكن أن تتطور لذلك فإن في التشكيلة المقترحة كت... وكيل دولة وك... وكيله وزاره نعم. الشؤون الخارجيه مكلفه بالدبلوماسيه الاقتصاديه كانت خبيره في عدد من البنوك العالميه من بينها البنك الافريقي للتنميه وفي مؤسسات نعم. ماليه اوروبيه وكذلك بعض الوزراء لديهم شبكه علاقات في هذا السياق مع انه سيد بن يونس يعني لا يمكن مقارنه مبدؤ مبدا الدين الذي تقوم به الولايات المتحده الامريكيه مع اي دوله في العالم لانه لديها منطق ومعايير خاصه تخالف فيها حتى كل القوانين وهذا ايضا موضوع اخر النقاش سندات الدين الأمريكية وما إلى ذلك وكل الأحوال شكرا جزيلا لك سيد كمال بن يونس الكاتب الصحفي البحث في الشأن السياسي ضيفنا كنت معنا من العاصمة تونس أكد الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني أكد أن محور المقاومة يمر في مواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل مضيفا بأن المحور لن يتخلى عن لبنان في حال حدوث مواجهة الحسيني قال أن ما تملكه المقاومة العراقية من إمكانيات يمكنها من إخراج القوات الأمريكية من العراق المحور هو محور واحد وبمواجهة واحد مع الولايات المتحدة والكيان الغاصب لا يمكن أن يتخلى العراق عن لبنان إذا ما حدثت أي مواجهة وبالعكس وبالتالي أيضا نتحدث عن طهران لا يمكن أن تتخلى طهران عن العراق أو عن سوريا أو عن لبنان أو أي بلد الذي يعني البلدان التي طالب بحريتها واستقلالها ما بيد المقاومة العراقية هو يفوق ما تفكر به من خيارات للمواجهة من خلاله تستطيع إخراج القوات الأمريكية بهزيمة تاريخية هزيمه لم تتلقى الولايات المتحده الامريكيه مثلها فيما سبق اعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في العراق اكمال تشكيلته الحكوميه من المستقلين، لقى تحفظات لدى بعض الاطراف السياسيه فيما الشارع العراقي ينتظر اعلان الحكومه قبل تحديد خياراته محمد الفهد إعلان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي إنضاج تشكيلته الوزارية التي يصفها بالمستقلة وقرب عرضها على البرلمان خطوة يقول عنها المراقبون بالمتناغمة مع الشارع، لكن هذه الخطوة سرعان ما واجهت سيلا من المواقف المتحفظة ولا سيما من بعض مكونات القوى السنية وبعض الكتل الكردية بداعي عدم التخلي عن الاستحقاق الانتخابي. سيد محمد علاو قد اعلن بان هذه الوزاره سوف تكون بمعزل عن الاحزاب والكتل لكن ياخذ بالاعتبار ان تكون هنالك توازنات فيما يخص المكونات اعتقد المكونات سوف تكون لها حصص في الحكومه القادمه البرلمان العراقي هو الحاجز الأهم أمام حكومة رئيس الوزراء المكلف فمنه ستنال تشكيلته الوزارية الثقة شبه الاتفاق بين الكتل الشيعيه وجزء من اتحاد القوى السنيه ابرز المؤشرات على تحقيق نصاب برلماني لتمرير الحكومه حتى في ظل اعتراض مكونات اخرى لاحظنا ردود الافعال لكثير من هذه الكتل وبعضهم ذهب اكثر من ذلك واخذ يشترط التصويت على هذه الحكومه وتمريرها بالكثير من الاشتراطات الغير معقوله والغير واقعيه كما ذكر الاجتماع الذي حصل بين بارزاني والحلبوسي في اربيل الشارع الذي لا يزال يراقب تحركات الحكومه الجديده ربما ينتظر اكتمال صوره التكليف الرسمي ومعرفه اعضاء الحكومه لتحديد توجهاته فيما يسعى رئيس الوزراء المكلف الى الاتكاء بشكل كبير على الجمهور في مهمته المقبله. ظهور الاعتراضات على طريقة اختيار رئيس الوزراء المكلف لفريقه الوزاري قد يتصدى لها عبر اختيار وزراء مستقلين فعلا لكنهم ينتمون الى الشعب مذهبيا وقوميا وعندها لا سبيل امام الكتل سوى منحهم الثقة في البرلمان محمد الفهد بغداد الميادين التقى رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا. الغانمي وكاردينيا أكد أهمية الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية وبعثة الناتو باستئناف مهمة البعثة وتوسيع عملها في العراق. فيما شدد كاردينيا على أن بعثة الناتو تمتلك خططا كثيرة للفترة المقبلة التي تهدف إلى توسيع وتطوير العمل في العراق. معنا من بغداد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور عامر حسن فياض مرحبا بكم دكتور إذا أردنا أن نبدأ من حيث المنتظر بأنه يفترض أن يقدم رئيس المكلف تشكيلته الحكومية التي تحت عنوان أو بين قوسين مستقلين هل ترى الأمر فعلا قريب في ربع ساعة الأخيرة بالنظر إلى ما يطرحه البعض من ضبابية مواقف بعض القوى السياسية ليس على مستوى الكتل فقط وإنما في داخل بعض الكتل انا اعتقد الامر ليس بالقريب بتصوري وذلك لان هناك مبدا مشوه في النظم البرلمانيه وغريب ايضا مفاده ان الاستحقاق الانتخابي يؤدي اوتوماتيكيا للاستحقاق الوزاري هذا المبدا لا وجود له في النظم البرلمانيه لأن الاستحقاق الانتخابي ينتهي عند الاستحقاق النيابي. من لديه استحقاق انتخابي يأخذ مقاعد ضمن إطار مجلس النواب. والمسألة تبدأ سياقات دستورية لكي يحصل المكلف على وفق السياقات الدستورية على النصاب، والنصاب هو الأغلبية المطلقة وليس أغلبية الجميع. هذه من جهة. من جهه اخرى انا بتصوري مهمه السيد علاوي هي مهمه صعبه ولكنها ليست مستحيله. هي مهمه صعبه لانه بين خيارين احلاهما مر. خيار مطالب القوى السياسيه الوازنه والمتنفذه وخيار مطالب الشارع العراقي. القوى السياسيه على ما يبدو ان كانت هناك حسن اداره وتعامل من قبل السيد المكلف يستطيع اقناع هذه القوى بان تنأى بنفسها عن المناصب وهو امر لمصلحتها لماذا؟ لان هذه الحكومه لو نجحت تستطيع هذه القوى ان تقول بانني وان لم اشارك فيها فقد دعمتها بمنح الثقه دعمتها بعدم التعطيل وعدم الوقوف كعثره في طريق تطبيق تعهداتها وان فشلت هذه الحكومه تستطيع هذه القوه ان تقول بانني لست مشاركه فيها. المساله الاخرى يعني القوى السياسيه ايضا عليها عليها ان تعي بان واجباتها وفق ما تم في التظاهر واجباتها هي الاستجابه وليست المطالب فهي عليها ان ترمم علاقاتها مع ملاذاتها القاعديه استعدادا لانتخابات مبكره قادمه آه هذه المساله لابد ان تكون موضع ادراك القوى دب... دكتور, دكتور دكتور عامر هناك نعم. ازمه ثقه حقيقيه يعني موجوده يمكن الحديث عنها، واكثر من ذلك هناك حسابات شخصيه وحسابات سياسيه تم طرحها الان تحت عنوان تاليف الحكومه. ما ينقل بانه تم اختيار حوالي 60 شخصيه، اختارها السيد علاوي وقدمها للقوى السياسيه على ان يتم انتقاء 22 22 حقيبه منها من القوى السياسيه. هذه الآليه يمكن بالفعل ان تنفذ، بالنظر لما سالتك عنه في البدايه بانه لا يوجد حتى الان تلك الرؤيه الخالصه حتى بالنسبه لبعض القوى السياسيه، البيت الشيعي بحد ذاته عذرا السني والكردي في بعض الكتل السياسيه داخلها لم تتفق وان سمت او ايدت علاوي رئيسا للحكومه لكن اليه الاختيار بعض الحقائب ليست حتى الان محل حسم. يا اختي العزيزه يعني هناك مستويين لازمه عدم الثقه المستوى الاول هو مستوى ازمه عدم الثقه ما بين القوى السياسيه نفسها وهذه الازمه تكاد ان تكون مستديمه ولكن هناك معطيه جديده على القوى السياسيه ان تدركها هو مستوى من عدم الثقه هو اعلى واخطر من مستوى عدم الثقه فيما بينها هو مستوى عدم الثقة ما بينها جميعا وما بين الشارع المحتج لابد أن تدرك القوى السياسية بأن تؤجل الآن موضوعة عدم الثقة فيما بينها فعليها أن تستجيب لتقف كطرف أزاء طرف قوي هو طرف الشارع المحتج هذه المساله وانا اقول لمصلحتها هذه الحكومه التي ستاتي هي حكومه مؤقته وليست صحيح. حكومه ابديه فمن الضروري ان تستعد هذه القوى السياسيه لتهيئه نفسها لانتخابات مقبله ولكن انا اقول هذه المهمه هي ليست مستحيله ولكن بشروط يعني على المكلف ايضا عليه تعهدات وعليه توجيه رسائل. هذه التعهدات وهذه الرسائل مفادها رسالتين اساسيه توجه الى القوى والى الشارع في نفس الوقت. الرساله الاولى هو ان يتعهد ويكرر تعهده بان لا هو ولا حكومته سوف تكون مشاركه في الانتخابات المبكره القادمه. المساله الاخرى عليه ان يتعهد بانه سيكاشف الشارع والقوى السياسيه وبشفافيه عاليه في اي خطوه سوف يتخذها، ما هي معرقلاتها؟ من الذي عرقلها ومن الذي انجحها؟ فيطلب ضمانات الضمانتين الاساسيه لديه هي ليست القوى السياسيه بتصوري الضمانتين الاساسيه هي الاصغاء لتوجيهات المرجعيه واحد نعم. والمكاشفه والشفافيه مع الشارع المحتج والمتظاهر وموضوع اثنين. المرجعيه فيما نقلت يعني بعض المصادر انه حتى يعني قالت لا ادخل في التفاصيل وان نقل البعض انه ارسل مغلف الى المرجعيه فيه 22 حقيبه باسماء وزرائها فاعيد المغلف كما هو مختوم وكما نقلت بعض الصحف والمصادر وان لا تدخل في التفاصيل وكلامها واضح في ما تقدمه من نصح ودعم او حتى مؤشرات منذ بدايه الحراك في الاول من اكتوبر تشرين الاول الماضي دكتور لكن السؤال الان عن موضوع الانقسامات بمعنى هناك مطالب يتم تقديمها على انها اشتراطات بالنسبه للرئيس المكلف محمد توفيق علاوي من بعض القوى السياسيه الكرد شق البرزاني انجاز التعبير او هو كذلك لديه اشتراطات له علاقه بموازنه الموازنه الاتحاديه وما الخاص قسم منه لاقليم كردستان العراق السنه يقدم عذرا موضوع الحلبوسي وبانه يريد ان يكون زعيما للسنه ايضا والشق الثالث وهو الاخطر ان كان صحيح ما يقدم من اشتراطات بان تقوم يعني الحكومه الاتحاديه بفرمله ملف طرد يعني او ترحيل الامريكيين من العراق ايقاف ذلك في البرلمان، هذا ما مدى صح يعني فعلا ان يكون جديا وصحيحا وهنا اين يضع الان عمليه بالفعل التاليف؟ بالنسبه لهذه القوى السياسيه هل تستطيع ان تعرقل حتى ان تمنح الثقه؟ بالنسبة للقوة السياسية أنا بتصوري لم يتم الأمر هكذا يعني حسب ما سمعنا بأن كل ممثل أو كل من يدعي ممثل لمكون أراد تمثيل مكوناتي وليس تمثيل حزبي داخل المكونات بمعنى إن كانت هناك حصة وفق ما يسموه بالاستحقاق الانتخابي للتحالف الكردستاني كأن يكون أربع وزارات فالتحالف الكردستاني يستطيع أن يقدم عشرة أسماء لكي يعطي الحرية للسيد علاوي في أن يختار أربعة منهم وهذه الأسماء العشرة هم من مكون الكردستاني وليس من الأحزاب المكونة للتحالف الكردستاني هذا من الممكن أن ينطبق على السنة أيضا يستطيعوا أن يقدموا أسماء متعددة حسب الحصة المقررة لهم أما موضوعة أن يقدم ستين اسما للجميع فلا أعتقد هذه المسألة تحصل أو حصلت ولكن الذي يحصل هو إمكانية تنازل القوى السياسية من الاستحقاقات الحزبية الضيقة إلى الكلام بإسم المكون على هذه الطريقه. شكرا جزيلا لك دكتور عامر حسن فياض عميد كليه العلوم السياسيه في جامعه النهرين، ضيفنا كنت معنا مباشره من العاصمه العراقيه. فاصل قصير ونواصل السابعه. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها من إيران حيث شدد المرشد السيد علي خامنئي على أن تأثير الانتخابات البرلمانية لا تنحصر في السنوات الأربع المقبلة بل سيكون تأثيرها لسنوات عديدة سيد خامنئي وخلال لقائه حشدا من أهالي أذربيجان الشرقية شدد على أن الاقتراع واجب شرعي وليس واجبا وطنيا وثوريا فقط محذرا من أنه إذا كان المجلس ضعيفا فسيكون الأمر تأثير سلبي على المدى الطويل امام الاعداء، مؤكدا ان مؤامرات الاعداء ستفشل في التاثير على الانتخابات. انتخابات جهاد اموميست الانتخابات مهمه جدا وهي سبب لتعزيز قدرات البلاد وركيزه لعزه النظام الاسلامي، تشاهدون الدعايه الامريكيه وكيف يحاولون ايجاد مسافه بين النظام الايراني وشعبه. يحاولون ويخططون وهناك المئات يعملون على استهداف ايران والراي العام الايراني والهدف فصل الشباب الايراني وابعاده عن النظام الاسلامي ولكن مخططاتهم لم تثمر رايتم ما حدث في الحادي عشر من شباط فبراير في ذكرى الثوره واحياء ذكرى شهيدنا العزيز سليماني يجب ان يتكرر ذلك في الانتخابات فليعلم الاعداء ان الشعب الايراني سيقبل على الانتخابات برغم كل مساعيه لافشال ذلك هذا وتتواصل الاستعدادات للانتخابات وفي هذا السياق اعلن رئيس لجنه الانتخابات في ايران جمال عرف ان 7170 و57 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس الشورى الاسلامي، عرف أضاف أن هناك 1021 مرشحا يحملون شهادة دكتوراه وأكثر من 5000 مرشح يحمل شهادة الماجستير، مشيرا إلى أنه ستتم عملية الاقتراع في أكثر من 54000 مركز اقتراح. كثرة الحديث في إسرائيل عن سيناريوهات قائمة تنتظر الإسرائيليين في الحرب المقبلة ترافق مع تحذيرات من تطور قدرات حزب الله وترسانته الصاروخية الدقيقة مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع الثمن الذي ستدفعه الجبهة الداخلية في أي حرب مقبلة منال إسماعيل مع اتساع مروحة التحديات التي تواجهها اسرائيل، يبدو أن تهديد صواريخ حزب الله وتحولها لتصبح أكثر دقة، بات يمثل التحدي الرقم واحد الذي تسعى اسرائيل إلى مواجهته والحد من تأثيراته. تهديد الصواريخ الدقيقة هو تهديد حقيقي واستراتيجي على اسرائيل، إنه التهديد الثاني بعد النووي علينا. التطور الذي اجتازته ترسانه حزب الله الصاروخيه لتصبح اكثر دقه وفتكا يمثل في ان واحد براي خبراء مصدر القلق والفشل بالنسبه للمؤسستين الامنيه والعسكريه في اسرائيل ولذلك كثر الحديث اخيرا في اسرائيل عن اعداد ذهني للاسرائيليين لما ينتظرهم في الحرب المقبله يجب القيام بإعداد ذهني لتهديد مختلف، حزب الله اليوم يمتلك قدرات ومنظومة صواريخ مختلفة تماما عما كان عام 2006. لقد غفونا اثناء نوبة الحراسة، لم نعالج امر هذا الوحش الذي نشأ لنا خلف الحدود، وسمحنا له بالتعاظم هو احد افدح عثرات اسرائيل. السيناريوهات الأكثر تطرفا تتحدث عن امتلاك حزب الله القدرة على استهداف منشآت حيوية ورسمية واستراتيجية كالكنيست وقواعد سلاح الجو مع قدرة على إمطار الجبهة الداخلية بآلاف الصواريخ يوميا إذا كان حزب الله يريد اليوم تدمير الكنيست بصواريخ دقيقة فإنه يستطيع فعل ذلك بسهولة التباهي الإسرائيلي بمنظومات الاعتراض المتعددة الطبقات لا يؤمن برأي خبراء حلا سحريا ناجعا لصواريخ حزب الله وبالتالي فإن هذه المنظومات تقدم ردا محدودا نظرا إلى عددها وكلفة صواريخها ليس لدينا ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لن أجلس في أي مكان وأقول إن الدفاع أمر محكم حتى لو اشترينا كل الصواريخ الاعتراضية والذخيرة في العالم ليس هناك حماية مئة في المئة خبراء اسرائيليون تحدثوا عن سباق مع الوقت وحرب ادمغه بين اسرائيل وحزب الله فقدره الحزب على الحاق ضرر بالغ بالجبهه الداخليه الاسرائيليه خلق نوعا من توازن الردع لم تعتد اسرائيل عليه ولذلك فان على الحكومه الاسرائيليه وفقا لهم اطلاع الاسرائيليين على ما ينتظرهم بدلا من اطلاق وعود كاذبه بوجود حلول عجيبه للتغلب على حزب الله وفي بلدة مارون الراس اللبنانية يبرز نصب تذكاري للفريق الشهيد قاسم سليماني نصب يعكس عرفان اهالي هذه المنطقة لتضحيات الشهيد سليماني خلال المواجهات التي خاضتها المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي عباس الصباغ على بعد عشرات الامتار من فلسطين المحتله وتحديدا في بلده مارون الراس اللبنانيه الحدوديه نصب تذكاري للفريق الشهيد قاسم سليماني. النصب التذكاري اربون وفاء من جمهور المقاومه لقائد قوه القدس في حرس الثوره الايراني. هذا الانسان العظيم ابى الا ان يستشهد في سبيل هذه الامه وفي سبيل هذه الارض فما كان من جماعتنا واهلنا في هذا الجنوب الصامت الا ان ينصبوا له نصبا تذكاريا مقابل فلسطين المحتله التي كانت في عقله وعيونه ودائما دائما كانت فلسطين لا تغيب عن باله في وقت غاب العرب كلهم وزعماءهم عن هذه القضيه الاساسيه في هذه الامه فنحن اهل الارض اهل الجنوب اهل المنطقه هنا الذين عشقوا المقاومه واحبوها وسائرون على دربها حتى التحرير النهائي ونصلي ان شاء الله كما قال السيد سليماني في القدس البلدة الجنوبية عانت لسنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي، وأهلها يعرفون معنى التحرير ويقدرون تضحيات الشهيد سليماني. هذا النصب الذي أقيم للفريق الشهيد قاسم سليماني في حديقة مارون الراس، إنما يدل على رمزية هذا الشخص الذي يمثل كافة المقاومين الشرفاء. النصب التذكاري لسليماني على بعد امتار من نصب تذكاري لشهداء مسيره حق العوده الذين استشهدوا على طريق العوده الى بلادهم التي اغتصبت قبل اكثر من سبعه عقود ما يكرس معادلات مفادها أن الطريق إلى فلسطين هي المقاومة ولا سبيل غيرها وأن هذه الأرض التي أقيمت عليها مستعمرة إيفيفيم على سبيل المثال هي أصلا أرض لبنانية احتلتها إسرائيل عام 1948 وليس رفع راية فلسطين فوق النصب التذكاري التي ذيلتها عبارة سنصلي في القدس سوى تأكيد على استرداد الحق ولو بعد حين هنا على مشارف فلسطين المحتلة وفي بلدة مارون الراس نصب تذكاري للفريق الشهيد قاسم سليماني والبوصلة هي فلسطين والأمنية هي الصلاة في القدس يوما ما عباس صباغ من بلدة مارون الراس الحدودية مع فلسطين المحتلة الميادين نوهت صحيفة يدي عوت احرانوت بما وصفتها بالمعاملة الممتازة الذي تلقاها سائح اسرائيلي في السعودية بعدما كشف عن هويته للشرطة ما مكنه من دخول المملكة. وبحسب الصحيفة فإن الضيف الاسرائيلي المدون أليكس لبشين من أوائل الاسرائيليين الذين يزورون السعودية. ووصف السعوديين بالودودين. الصحيفة نقلت عن لبشين قوله إنه بعد إظهاره الجواز الإسرائيلي أمام الشرطة السعودية تبسم في وجهه قائلين هذه المرة ستعزور السعودية بهويتك الإسرائيلية لبشير أضاف بحسب الصحيفة أن السعوديين أظهروا اهتمامهم وسعادتهم بتطور العلاقات بين بلادهم وإسرائيل وتابع أنهم أكدوا له أن حلمهم هو زيارة إسرائيل وفق الصيغة التي نقلتها الصحيفة الإسرائيلية إلى سوريا وفي ريف حلب الغربي صد الجيش السوري هجوما للمسلحين على محور قبطان الجبل مراسل الميادين أفاد بتقدم الجيش باتجاه الفوج 111 وبلدة الأتارب منفذا منفذا عذرا غارات على مقار النصرة في تلك المحاور وباتجاه كفر نبل وأريحة في ريف إدلب وخلال تطهيره المناطق المحررة في ريف حلب الشمالي، عثر الجيش السوري على غرف عمليات للنصرة وحلفائها تحوي أسلحة وذخائر وصواريخ موجهة تركها المسلحون بعد انسحابهم من المنطقة، كما عثر على خنادق وأنفاق ومنصات إطلاق قذائف كانت تستخدمها النصرة لإطلاق نيرانها باتجاه بلدتي نبل والزهراء وحلب. بضع ساعات كانت كفيله بتهاوي اهم معاقل الجماعات المسلحه في ريف حلب الشمالي بيانون وحيان وحيتان وعنادان باتت تحت سيطره الجيش السوري واللجان الشعبيه في نبل والزهراء بعمليه عسكريه خاطفه فاجات المسلحين في هذه المناطق ودفعتهم الى مغادرتها. <applause> تسارع العمليات العسكريه والتقدم الذي احرزه الجيش السوري في ارياف حلب الغربيه الشماليه ولا سيما السيطره على التلال الحاكمه مثلت ضربه القاضيه الاخيره للوجود المسلح في القسم الجنوبي من ريف حلب الشمالي. جبهه النصره والفصائل المسلحه الاخرى فضلت عدم المواجهه الكامله والانسحاب التدريجي. وتمكنا باذن الله تعالى من تطهير بلده بيانون كما تشاهدون القوات دخلت عند مفرق ابيانون وفي قوات تمشط بلده ابيانون و... مساحات شاسعة ومدن وبلدات نهز عددها الأربعين باتت بين ليلة وضحاها في قبضة الجيش السوري والقوات الرديفة له سيطرة الجيش السوري على هذه المناطق أتاحت له السيطرة على أكثر من نصف الطريق كأحجار الدومينو تهاوت المجموعات المسلحة في المدن والبلدات في ريف حلب الشمالي وريف شمال غرب حلب إثر ضربات الجيش السوري واللجان الشعبية والعين على مزيد من التحرير لبلدات وقرى ينتظر واهلها دخول الجيش السوري اليها لانتشالها من كابوس جثم على صدرها سنوات عديده أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث العمل على الوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد في اليمن تشمل جميع الأطراف. جريفيث شدد على ضرورة إظهار طرفي النزاع الشجاعة اللازمة لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبا، مؤكدا أن السلام لن تفرضه الهيمنة العسكرية ولا يمكن أن يكون ثانويا، مشددا على ضرورة أن تكون المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة غير مشروطة، وعلى ضرورة توحيد الطرفين مواقفهما حول رؤية مشتركة لليمن ما بعد النزاع بعد نصل إلى ختام السابعة نذكركم بعناوينها بعد تلويح الرئيس التونسي بحل البرلمان إن لم يوافق النواب على حكومة الفخفاخ الطبوب يقول أن الساعات المقبلة ستشهد انفراجها وفي العراق ترقب بعد اكتمال التشكيله الحكوميه من المستقلين ومؤشرات الموافقه عليها في البرلمان تتزايد. وسائل اعلام عبريه تتحدث مجددا عن قدرات حزب الله الصاروخيه وتحذر الاسرائيليين مما ينتظرهم في المواجهه المقبله. الجيش السوري يصد هجوما للمسلحين على محور قبطان الجبل في ريف حلب ويتقدم باتجاه الفوج 111 وبلده الاتارب بريف ادلب. دائما للمزيد من الاخبار والتقارير اضافه الى مواكبه البث الحي للميادين تفضلوا بزياره موقعنا على الانترنت الميادين دوت نت اضافه الى موقعنا باللغه الاسبانيه وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا على راس الساعه الزميله لنا مدور وفريق المشهديه يطفئون اولى شمعات البرنامج الى اللقاء